لا تشعل لو سمحت، هالعادة مو منيحة للصحة، وبعدين مو مسموح هون بهالمكان. تفضل. ببقى بقلك بأي وقت وكيف رح تستعمل هدول الأوراق. إذا أبهي بيعارضني وما بيعمل اللي بدي إياه، رح أطلب من ديغي فيجاي وقتها أنه يستعمل هدول الأوراق. شو هلأ؟ بعتقد أني رح جن. ليك، بعتقد انه عم يصير مع براتشي نفس الشيء اللي صار معي انا وقت اللي امي اجتها جلطه. متاكد انه براتشي بتحبني كتير ومستحيل هي تتركني بدون سبب. بس ليش عم تحكي هالحكي؟ انا متاكد انه هذا الكلام ما انه كلامه لبراتشي ابدا. اي صح، بس اما ما اجتها جلطه واكيد مو هي اللي طلبت منها انها تتركك. يعني اكيد مو اما لبراتشي اللي طلبت منها تعمل هيك. اما لطيفه كتير يا زلمه. كيف لطيفه كتير؟ اي حاجتك، هي رح تصير حماتي. طيب مانك معقول. مين رح يكون لكان؟ واضح انه خالتي براجيا ما دخلها، بس ما بعرف المعلم شو ناوي يعمل. ليش؟ تعرف انه ريا اللي جبرته للمعلم انه يتزوج خالتي ميرا، وهو ما كان بده يتزوجها ابدا، هو كان مستحيل يفكر بهالموضوع. وانت بتعرف شو صار بهديك الليله، قصدي بليله عيد الانوار. اتذكر منيح شو صار، وقتها رح تفهم مين هو اللي عم يبعدك عن براتشي، ومين اللي عم يخليها تحكي بهالطريقه مشان تبعدوا انتوا الاثنين عن بعضكم. كل شيء صار قدامي يا زلمه. ستي بالجيت كانت عم تقلي انه ريا ما كان لازم تعمل هيك، بس هي شو عملت وقتها؟ سكوت بس شوي، خليني افكر. لقيتها. شو هي؟ كان لازم اعرف من الاول. احكي يا زلمه. هي اكيد ريا. وين ريا؟ ولك خليك معي عم فكر. ريا اللي خلت براتشي تعمل هيك. كيف صار هيك يعني؟ براتشي ما بطيئة لريا، ليش لحتى ترد عليها؟ انت بتعرف انه ريا ذكية كتير وبتقدر تتلاعب بالناس بكل سهولة، بتضل تلف وتدور لحتى يعملوا الشيء اللي بدها اياه. متذكر شو عملت معي؟ هي طلبت مني خليها لبراتشي تحبني وبعدين اكسر لي قلبها، وهلا عم تعمل نفس الشيء مع براتشي لحتى براتشي تكسر لي قلبي. اي واضحة. بس في شغلة ماني عم افهمها، براتشي ليش لحتى تنفذ اللي طلبته ريا منها؟ ما في غير شخص واحد بيقدر يجاوبنا على هالسؤال. مين؟ براتشي. تعال يلا. عن أي أمنيات كنت عم تحكي؟ أوه، يعني كتير بيفرق معك شو بقول وشو بفكر يا حلوة؟ أكيد بتفرق معي أبي. هي المشكلة، ما عندك صبر أبداً.